تشارك دائرة التخطيط والمساحة في جناح حكومة الشارقة بمعرض جايتكس بمشروع المنصة الافتراضية، وهي عبارة عن منصة افتراضية تمكن المتعامل من تقديم على المعاملات باستخدام الهوية الرقمية. أبرز خدمة تم إطلاقها اليوم خدمة استبدال الأراضي السكنية، بحيث تتيح للمتعامل استبدال الأرض عبر المنصة الافتراضية. بإمكان المتعامل الدخول للمنصة بشكل افتراضي والاطلاع على الأراضي المتاحة، وأيضاً بإمكان المتعامل استبدال الأرض بين طرفين بدون الرجوع للدائرة.